جينا الفريق حسيت قادير، عندي باجاج وعندي خدمه باش نخدمها باذن الله على طول الموسم. احنا جينا على هدف معاون، على هدف اللي هو التتويج، باش نروحوا على التتويج يعني. فعندنا كاس العرش وعندنا البطوله باذن الله، باش نكونوا معناتها جاهزين لها باتم معنى الكلمه. وهذا هو جينا الفريق حسيت قادير، فرحان كثير انا راس فريق حسيت قادير، حسيت فريق كبير، فريق ليه كل احترام. وحنكونوا واضحين، فريقنا يحتاج الى مهاجمين، اقل شيء 3-4 مهاجمين باذن الله، وهذا اللي قاعدين نسعيوا عليه احنا باذن الله. عندنا الحين 3 مهاجمين باذن الله، حيكونوا اليوم زوز محليين، وان شاء الله قاعدين نسعوا الى لاعب سنغالي باذن الله موجود خارج البر باذن الله، يومين 3 باش يكون جاهز يكون حاضر، وكذا معناتها نكونوا مرتاحين على فريق حسيت قادير باذن الله. انا قلت الكلمه باذن الله، معناتها باش نفرحوا جمهورنا ما تعطش الكؤوس، ما تعطش التتويجات باذن الله. احنا باش نسعى يعني باش نفرحوا جمهورنا، واحنا هنا باش نفرحوا جمهورنا يعني، ومن حق الجمهور باش يطالبنا بكل كبيره وصغيره. وهذه كره قدم ان شاء الله السنه هذه، معناتها السنه اللي راحت كانوا مش محظوظين، ان شاء الله السنه هذه يكونوا جاهزين وحاضرين لكل التتويجات باذن الله.